صباح الخير مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج الحياة مع هدير. النهاردة حلقة مميزة جدا. كل واحد فينا ساعات الحياة بتهد إرادته أو يعني بتعمله مشاكل كبيرة، لكن قليل مننا اللي بيحارب يوصل ويحارب تاني عشان يوصل للي هو عايزه. النهاردة معانا شخصية نادرة جدا وناجحة جدا، الحياة عملت معاه مشاكل كبيرة لكن هو ما استسلمش وقرر يواجه عاقته وقرر يواجه الحياة ويبقى بطل. النهاردة معانا البطل نور. أهلا بيك يا نور. في البداية كده عرفنا بنفسك. أنا اسمي نور الدين أحمد عز، من القاهرة، عندي 14 سنة. أهلا بيك يا نور. أهلا بيك. عرفنا يا نور، الحادثة حصلت ازاي؟ كنت أنا صغير، عندي 6 سنين، رايح حمام السباحة أنا وأخويا وأصحابه، فالباب وأنا جاي داخل قفل، في حديدة طلعت اتعورتني في هنا، ضغط وقعت تحتي. وانت عندك 6 سنين. لما فقت بقى يا نور، فاكر ساعتها ايه اللي حصل او مش لا، ما فاكر؟ كنتش اهو مش فاكر اوي. كلمنا يا نور، انت واخد بطولات في ايه؟ انت مش واخد بطولات واخد في بطولات السباحة؟ في السباحة وكرة القدم والتجديف كيك. تمام. كلمني، واخد كام بطولة يا نور؟ او ابتديت اصلا مشوار التمارين دي ازاي؟ اول حاجة ابتديت بالسباحة تمام. مع كابتن محمد ماهر في نادي النصر، كان بيمرنا وكده، ابتديت معاه. وبعد كده اتمرنت مع كابتن خالد، ويعني وجبت ميداليات، وكانت أول بطولة ليا في اسكندرية ونوادي برضه في القاهرة. بس وبعد السباحة وبعد كده شرم، بعد السباحة كنت بلعب كرة قدم كرة قدم، مع كابتن محمد عبده. وإيه تاني غير السباحة وكرة القدم؟ كيك إيه الكيك دي عشان لا أعرف تأديف كويس؟ في تقديم. النيل. أنت واخد بقى كام ميدالية في السباحة أو في إيه، لا، في السباحة واخد 7 5 3 ميدالية جمهورية. مثلا؟ في التهديف واخد ميدالية واحدة، عشان ده أول لسه بلعب فيها. لسه بادئ فيها. سمعت. والكرة فيها برضو واخد فيها ميداليتين، واللعبة مش متطبقة أصلا. طب قول لي يا نور، انت اصلا من البداية كنت بتحلم ان انت تبقى تعمل حاجة في السباحة وكرة القدم، ولا الحادثة هي اللي شجعتك على كده؟ لا، هي الحادثة هي اللي شجعتني، لكن أنا من البداية مكانش ليا في ما كانش ليك في السباحة. كان عندي 6 سنين لسه، مكانش ليا أصلا أكرر ولا حاجة. مين شجعك في البداية نور ان انت توصل لده او وقف ماما، جنبك؟ أمي، ربنا يخليها لك. يا رب. مين بقى قالك انت يا نور هتعمل حاجة او كده؟ يعني مين وقف جنبك غير والدتك؟ لا، مفيش حد غير الكباتن. تمام. هل واجهت اي مشاكل في التمرين او كده يا نور؟ كانت يعني الدنيا كانت حلوة. تمام. قول لي يا نور، كلمني كده عن بطولاتك شوية، يعني قول لي وصلت لإيه في الميداليات أو كده عن السباحة. وصلت الميدالية الجمهورية وميدالية الدول العربية ودول الأفريقية، ودي كانت في شرم، كانت سباق جري وعجل وسباحة في بحر. وبطولة التجديف كنا واخدين فيها كاس مصر، وده لسه السنة دي الشهر اللي فات تهديف. ايه اكتر موهبة انت بتحبها في دول، السباحة ولا الكورة؟ كلهم عادي. بس اكيد في حاجة فيهم مفضلة بالنسبة لك. لا، هم اتريتهم، بس عشان لسه في التهديف عايز اكون عامل فيها مجهود اكتر. كلهم يعني ايه اللي بتحب مثلا وانت مبسوط تبقى رايح التمرين بتاعه وبتواظب جدا على مواعيده؟ كيك. الكيك. شفت، في حاجة فيهم. انت مش بادئ بقالك كتير فيه صح؟ لا لكن السباحة هي لا، بقالك السباحة بقالي فيها بتاع 7 ما انا عندي 7 سنين او 8 سنين. من بعد الحادثة على طول. تمام يا نور، كلمني كده بتتعامل ازاي في انت في الدراسة في سنة كام يا نور؟ تاني اعدادي. الدراسة بقى متعطلة طبعا بسبب التمرين بقى وكده صح؟ بس انا برضو بخلي الدراسة في اي حاجة، اي شيء يعني، بروح التمارين، بس لو ورايا درس كده ما بروحش التمارين ولا عادي. لا، يعني بتفضل الدراسة الأول عن التمرين. تمام. قولي بتتعامل ازاي مع زمايلك او صحابك اللي يعني اللي كانوا معاك حتى في الحادثة، لسه موجودين معاك دلوقتي ولا؟
عادي، بنتعامل عادي مع بعض، مع بعض مفيش حاجة. تمام. طيب قول لي يا نور، انت بتحلم بايه ونفسك توصل لايه في البطولات؟ نفسي أكون بطل العالم في الكورة والسباحة والكيك. ان شاء الله تحققهم يا نور. تمام. قول لي انت، في كابتن كنت بتكلمني على كابتن كده بتاع السباحة ولا؟ كابتن مع خالد حسن وكابتن محمد منير، هما اللي مؤسسيني. هما اللي مقسمينك من زمان انت معاهم. تمام، كلمني عنهم شوية. انا اصلا اول ما بدات كنت في نادي النصر، بدات مع كابتن محمد بس هو نادي النصر يعني يعتبر اللي فيه ذهني بس، كابتن خالد بيدرب مع معاقين بس اللي هو احنا اللي بايد مثلا او رجل او من غير رجل خالص كده. فانا التمرين مع كابتن كان بيكون خالد بيكون برضه افضل لي من في نادي النصر. نطلع فاصل ونرجع لكم تاني. رجعنا لكم تاني في برنامج الحياة مع هدير، ومعانا النهاردة البطل نور. قولي بقى يا نور، انت بتبدأ يومك ازاي؟ او لما يكون عندك تمرين، مدرسة، احكيلي كده عن يومك شوية. لما بيكون عندي تمرين يعني بصحى قبليه بدري يعني، وافطر واستنى على ميعاده عشان انزل واروح. تصحى الساعة كام مثلا؟ يعني التمرين بتاعي مثلا بيكون بيبدأ من لو من 3 بكون عندي ليك مفاجأة يا نور، بدون قطع كلامك، كابتن خالد معانا على التليفون. الو، السلام عليكم، ازيك يا نور؟ ازيك يا استاذ عليكم. هدير؟ اهلا وسهلا يا كابتن. ازيكم، عاملين ايه؟ الحمد لله زي حضرتك. الحمد لله. ازيك يا نور، اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. ايه يا ابني، بقالي كتير ما شفتكش في التمرين، ما بديش تمرين ليه؟ هاجي ها؟ هاجي. طيب تعالى حبيبي، عشان انت بقى في بطولة قريبة ان شاء الله. حاضر. ايه الاخبار؟ امور يا استاذ. ازاي حضرتك يا كابتن خالد؟ كلمني كده، نور الحمد عامل لله. ايه معاك في التمارين، ويعني ايه اخبار معاك؟ ما بيجيش هو بقاله هو كتير. نور نور بصراحة من اللعيبة المميزين جدا، يعني هو لو اتيحت له الفرصة للتمرين المستمر بدون انقطاع هيبقى حاجة كويسة جدا في الألعاب اللي هو بيلعبها، لأن هو بيلعب سباحة وبيلعب تأديف وبيلعب كرة طايرة وبيلعب كرة قدم وبيلعب ألعاب كتير جدا، وفي نفس الوقت يعني الفرصة مش متاحة ليه، لأن أنت عارفة طبعا الظروف بتاعتنا كلنا تعبانين، يعني في ظروف مادية عنده برضه محتاجة حد يدعمه ان هو ايوه يوفر له الكلام دوت، محتاج ان هو المكان اللي بيتمرن فيه يبقى خاص بالاعاقات الحركيه، فيعني المفروض يبقى احنا كلنا واقفين جنبه، يعني عشان برضه ده دلوقتي في مرحله تكوين ومرحله ارتقاء بالمستوى بتاعته، ان شاء الله يا كابتن خالد. فاحنا محتاجين كل الدعم من كل حته للولد دوت بالتحديد لانه لاعب مميز. قولي يا كابتن، انتوا بتتعاملوا ازاي مع نفسية نور؟ بتشتغلوا برضو على نفسيته، ولا ايه؟ وهو يعني منتظم في التمرين ولا ايه؟ نفسية نور زي الحديد. احنا بص ما شاء حضرتك، الله. احنا متحدي الإعاقة نور هو واحد من آلاف متحدي الإعاقة في مصر، وهو شخص مميز بأنه ربنا سبحانه وتعالى إداله هدية اسمها هدية الإعاقة، يعني البتر اللي عنده ده زي ما هو عندي بالظبط، زي ما عند أي واحد من متحدي الإعاقة عنده البتر ده أو الإصابة دي، هم الناس يسموها إصابة إنما هي هدية من ربنا سبحانه وتعالى عشان تصحح مسار الولد دوت او الناس دي تصحح مسارهم علشان يقدروا يعيشوا في المجتمع. فالنهارده لازم كلنا نساعد في الحته دي، نساعد كلنا ازاي بقى؟ ان هو عنده قوه بسم الله ما شاء الله، قوه نفسيه جميله جدا ومصالحه مع النفس جميله جدا، وابتدى ان هو في الدراسه بتاعته متميز، ويبتدي في الرياضه بتاعته متميز، وبيستوعب بسرعه الدروس اللي هو بياخدها،
وبيستوعب بسرعة التمرين هو بياخده، ولكن طبعا الحياة بقى وظروفها هي اللي بتقف حائل ما بين الواحد يقدر يحقق مستوى أو يرجع تاني. فإن شاء الله ربنا يوفقه بحد يدعمه يعني. ان شاء الله يا كابتن. تحب تقول حاجة شكرا يا ليك. كابتن؟ نعم لما اقول نور يحب يقول لحضرتك حاجة. نور حبيبي، أنا مستنيه في التمرين، حاضر يا كابتن، أنا سلام مستنيك حبيبي إن ان شاء شاء الله. الله. يعني التمرين بتاعنا زي ما هو، ماشي يا اخوي، واعملها دعوة من عندك كده ودعوة من المنبر اللي أنت واقف عليه دلوقتي، إن التمرين عند كابتن خالد حسان بمساعدة من اللجنة البارالأولمبية المصرية في التحقيق في حمام السباحة المغطى في استاد القاهرة من الساعة 3 للساعة 5. أي حد من متحدي الإعاقة عايز يتعلم السباحة أو يتدرب على السباحة يتفضل مجانا، بشرط إن هو بعد ما يتعلم يعلم 3 تانيين من فكرة حلوة المعقول أوي برضه. يا كابتن، نشكرك جدا ماشي، يا كابتن. وأنا متطوع طبعا بالتمرين دوت مجانا لأي حد من متحدي الإعاقة، وبنشكر طبعا اللجنة البارالأولمبية على إن هي وفرت لنا المكان دوت للحالات متحدي الإعاقة اللي هم ما عندهمش قدرة إن هم يبقى حتى يتمرنوا فيها. شكرا جدا يا كابتن لحضرتك. شكرا. معانا كابتن ماهر، معجبينك كتير قوي يا نور. كابتن بتاعتك عمال يتصل. الو، اي يا كابتن. ايوه يا فندم، السلام عليكم. عليكم السلام، ازي حضرتك يا كابتن؟ الله يخليك يا فندم، الله يخليك. تمام. والله انتوا كتر خيركم، برنامج جميل انه بيهتم ان هو بيعرض المواهب الجميله دهيت. ربنا يخليك. احنا عندنا ابطال حقيقيين في مصر، اكيد طبعا. بنتمنى ان دايما يعني يحظوا بالرعايه من قبل حضراتكم يعني. ان شاء الله. قولي انت بتدرب نور ايه يا كابتن ماهر في الحاجات اللي هو انا بيعملها؟ بدات انا بدات مع نور سباحه، يعني اول حاجه اتعلمها في حياته كانت السباحه، وكانت حاجه يعني جميله جدا منه انه ولد عنده عزيمه كبيره، ولد عنده اصرار شديد ان هو يكون كويس. فوالله ما كانش عندي طموح اكتر من انه يتعلم فقط السباحه لنفسه بس، لكن ايوه بفضل الله هو قدر ان هو يثبت جداره وان هو يحصل على الكم الكبير ده من البطولات والهدايا والميداليات. الله، سلم على كابتن ماهر يا نور. ازيك يا كابتن؟ منور الدنيا يا نور، منورك حضرتك. الله يخليك قول يا لي رب. يا كابتن نور، عامل ايه معاك في التمارين وكده؟ مواظب عليها ولا؟ نور اجمل ما فيه ان هو يعني هو دايما دايما مهما كانت البطوله، طبعا البطوله بطوله الجمهوريه او بطوله من البطولات اللي هي الدوليه، بيحرص دايما على الحضور وعلى يعني التواجد. ودي حاجه يعني عارفه حضرتك يعني مع المسؤوليات بتاعه المذاكره ومع مسؤوليات مامته الله يديها الصحه، برضو هي مقاتله معاه، بتوديه في كل مكان، بتحضره في كل تمرين. فهو معانا بقى بره. دلوقتي وهو دلوقتي بقى قادر على انه بيجي لنا، والله بيجي لي النادي لوحده، بيجي عشان يتمرن، بيجي عشان يبقى كويس. يعني هو حس قد ايه الرياضه فادته، قد ايه الرياضه خلته من الناس اللي الناس كلها بتتمنى انها تبقى زيه. ان شاء الله يا كابتن. قولي يا كابتن، شايف نور يعني ممكن يحقق ايه بعد كده ان شاء الله؟ احنا خطتنا بامر الله تعالى، انا دلوقتي ما بنافسش بنور على منافسه محليه، انا دلوقتي دايما بفكر له في الاحسن والاعلى. فالحمد لله والشكر لله ارقامه في السباحه تؤهله ان شاء الله ان هو يبقى بطل عالمي. ان شاء الله. فاحنا احنا بنقاتل ان احنا ان شاء الله نشارك في بطوله دوليه، وخصوصا البطولات اللي بيعملها اللجنه البارالمبيه المصريه بقياده الكابتن الكبير كابتن خالد حسان. كان في بطوله دوليه هنبتدي نعد نفسينا ليها ان شاء الله، يا رب تتم على خير، بطوله البحر المفتوح. هيعوم في البحر مسافه طويله يعني، وده اللي بنتمنى من ربنا ان احنا نعمل فيها حاجه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله يا كابتن. نشكرك جدا يا كابتن. سعيد جدا بيكو، وشكرا جدا لمجهودكم دايما في اظهار ابطال مصر. ان شاء الله. شكرا جدا لحضرتك يا كابتن. شكرا شكرا. معانا مداخله تانية، استاذه ندى. الو، ايوه يا استاذه ندى، اتفضلي. ازيك يا الحمد لله يا فندم، اتفضلي. انا بحب حضرتك جدا والله، انت مع
ربنا يخليكي، ميرسي. وعايزه اقول لنور ان هو بطل ومصر كلها تفتخر بيه. شكرا شكرا جدا ليكي يا استاذه ندى. يا ريت نشوف مصر كلها زي برا. ان شاء الله باذن الله. ماشي. شكرا جدا ليكي يا استاذه ندى. قولي يا نور بقى، انت مش في تمرينات بتأثر على تمرينات يعني، لانك بتتدرب كذا حاجة؟ ايوه يعني ساعات مثلا انا بتدرب مع كابتن خالد بيدربني سباحة، ونادي النصر برضه بيدربني سباحة، فايه مش لازم اروح ده وده الاثنين يعني. اه يعني ممكن اروح ده مثلا، بس ساعات ايه اللي انا بستقر في ده شوية وفي ده شوية. يعني انا كنت استقريت مع كابتن خالد بقالي كتير، حد ما كنتش بروح نادي النصر، ايوه. لكن الايام دي استقريت في نادي النصر شويه. كلمني يا نور عن مامتك في حياتك يعني، انا ان هي معانا اصلا ضاره من حيها طبعا. انت بتتكلم ولا عنها؟ ما اعرفش. ربنا يخليها لك. قولي يا نور، نفسك توصل لايه في البطولات او في ان شاء الله يعني اكون في بطل عالم، كل لعبه بتلعبها في امريكا؟ كل لعبة أكون بطل عالم فيها، كيك وكورة وسباحة. قلت لي ان انت لسه بس بادئ الكيك، بقالك شوية اه صغيرين. اول حاجة بدأتها السباحة، بعد كده الكورة، ايوه بعد كده الكيك اللي هي لسه كيك لسه. من كام شهر. معانا مدام داليا. الو، عندها بنوتة برضو بطلة زي نور، ونور يعرفها. ايوه اسرة سلوى. اه اسمها سلوى. اهلا وسهلا. اهلا بيكي. نور بالنسبه لي طبعا قدوه حلوه قوي، لان طبعا نور كانت حسيته قبل سلوى، ايوه. واحنا خدنا منه القوه برضو والعزيمه. ومامته ما شاء الله بطله، ست كويسه جدا برضو، ربنا ورا في يخليك. كل حته وفي كل مكان وكده يعني. ايوه تمام. هي بنت حضرتك مع نور في التمارين صح؟ اه بنتي حضرتك بتلعب كياك اللي هو تجديف فني، كانت واخدة مركز أول بطولة كأس مصر، وفي السباحة آخر بطولة كأس مصر دي كان واخدة فيها 5 ميداليات. ما شاء الله اه وعلى طول بتاخد ميداليات مركز أول وكده يعني. ما شاء الله يا رب، هي عندها بتر في رجلها الاتنين وكده. ربنا يخليها لك ان شاء الله، الله وتشوفيها يخليك. بطلة جمهورية ان شاء الله، بطلة عالم. ان شاء الله يا حبيبتي، وهي في اولى ثانوي كمان يعني في ما مدرسه. شاء الله، ربنا يحفظها لك يا رب. الله يحفظك يا حبيبه قلب، الله يحفظك. شكرا هي جدا. الحادثه دي حصلت هي عندها 10 سنين اصلا. 10 سنين. هي دلوقتي عندها كام سنة؟ 16. هي بقى لنا 6 سنين اه الحادثة بس حصلت ما لها. شاء الله عليهم يعني، الولاد ده نور وسلوى واولاد تانية ما شاء الله عليهم. الولاد دي عندهم عزيمة جامدة جدا جدا، عاوزين حد يعني يتبناهم ويشوفهم بقى في بطولاتهم وحاجتهم ويشجعهم. الولاد دي ما شاء الله، انا يعني ما شفتش حد عنده عزيمة زي الولاد دول بصراحة يعني. الاسوياء ما عندهمش نفس العزيمة. ايوه طبعا لازم نشجعهم، واللي هم عندهم اصلا ما شاء الله عليهم يعني، اه عندهم يا عزيمة حبيبتي او اه رضا. اه يا جميلة. تمام. شكرا جدا لحضرتك يا مدام دنيا. نور احنا معانا الشهادات بتاعتك كده، عايزينك تكلمنا عنهم بقى. شوف معانا كده اول شهادة معانا، قولي دي ايه يا نور؟ دي شهادة لما كنا في بطولة كنا في شرم الشيخ، بحر مفتوح، المفروض كنت عمري 450 متر، لقيت نفسي عمت 850. ما شاء الله. كنت المفروض عمره 150، اه عمت عمت 850 عمت مع الأسواق وكده، مع ايه؟ مع يعني الأسواق اه 850. دي كانت في شرم، ما دي شاء بطولة الله. الدولة العربية والدولة الأفريقية. ودي دي بطولة تقريبا كانت في نادي الصيد. نادي النصر، نادي النصر، عشان انت ممكن تكون شايفها كويس. اه نادي النصر. لا ودي برضه نادي النصر، ودي برضو نادي النصر. دي بقى ساعات بتكون شهادات تكريم وكده. كلمنا عنها، وصلت لها ازاي الشهادات دي يعني، كانت ايه يعني مثلا البطولة؟ لما أكون عامل بطولة وجايب مركز حلو وكده، بنعمل احتفال في نادي النصر وكلنا بناخد شهادات الفريق كله. ودي يا نور. ايوه برضو
مش هادي. بس هو اصلا عامه اي نادي دي من لجنه برانبيه، اي نادي اصلا عامه بيجي بيكتب لنا نادي النصر، اي يعني انا اي لو واخدها في نادي السد بيكتب لنا نادي، لازم نكتب نادي علشان انت النصر. بتتدرب في نادي النصر. انا باسم نادي النصر كده بس، ما تمام كنتش عاجبني بقى واخدها من النادي، بس انا رحت نادي كتير قوي وخدت بطولات ما شاء الله عليك. انا اتلخبطت منهم. معانا مداخلة، معانا امل. الو، الو، ايوه ايوه استاذة امل اتفضلي. ممكن اعرف واحد واحد ابانا؟ الو تمام، تقريبا المداخلة اتقطعت. او شكرا امل، نكمل نرجع لك يا نور. في معانا صور ميداليات تقريبا او شهادات تانية. أيوة. تمام، انت كلمني كده يا نورة، صور التمارين بتاعتك. صور التمارين بتاعتي اي دي بطولة كاس مصر، دي لسه برضه من شهرين، من شهر. عندي 14 سنة، ممكن انزل عند واحد عنده 32 سنة اكبر مني بكتير. ايوه طبعا، يوم نزلته فجبت فيها مركز تاني ما شاء الله عليك يا نور. هنجيب دي يا نور، انا كنت كلمني عن بعمل الصورة اعلان، دي، بتعمل كنت اعلان. بعمل اعلان وخدوا لي الصورة دي، الصورة حلوة جدا، دي ودي انا في برضه تمرين الكورة تمارين الكورة. لما الدورة الرمضانية في الكورة خدنا كاس دورة رمضانية، دي برضو البطولة دي لسه برضو من شهرين او 3 شهور، دي بطولة كاس مصر بس كيك. كلمني كده يا نور عن احساسك بعد كل بطولة بتوصلها. كنت فرحان طبعا، اكيد يعني بتتمرن كتير جدا عشان توصل للبطولات ايوه دي. لازم لازم انا اتعب وكده عشان اوصل للحاجة اللي انا عاوزها. اول بطولة خدتها كانت اول بطولة خدتها كانت ميدالية في برونز، يعني المركز الثالث في اسكندرية. اسكندرية، كان احساسك ايه وقتها يا نور؟ كنت فرحان قوي، بس اول مرة انزل بطولة اجيب مركز تاج، يعني الكل كان متوقع ان انا اجيب خامس، بس اول مرة انزل ايوه رابع لان جبت تالت. فاصلا مدربين كتير عجبوا بيا من اول مرة، يعني نادي الشمس ونوادي تانية كتير كانت كانوا عاوزاني بيشجعوك يعني. وكانت عاوزاني، بس انا استقريت نادي النصر. اخترت نادي النصر. معانا صور تاني، خلينا نشوفها. دي برضه بطولة كانت في نادي النصر، لا بطولة قصدي في نادي الصيد، بس دي من السنة اللي فاتت تقريبا. ازاي اصلا يا نور بتتأهل للبطولة؟ يعني ايه المراحل اللي بتخشها عشان توصل للبطولة؟ يعني تدريباتك واستعداداتك بتدرب وكده. كتير عشان لازم اكسب اجيب مركز. كم ساعة في اليوم بتاكل كم ايه؟ ساعة؟ لا ده من الساعة 3 للساعة 5، بس احنا بقى على حسب، انا كابتن ساعات بيدربني تمرينت كيلو وي، خليني اعوم كيلو، وساعات بيخليني اعوم برضو حاجات خفيفة كده. تتمرن كم يوم في الأسبوع لما يكون عندك بطولة؟ 3 ايام. 3 أيام، تعوم كيلو بقى عشان توصل البطولة. قول لي يا نور، بتحتفل بقى مع أصحابك كده بالبطولات في المدرسة وكده ولا؟ ساعات بيعملوا لي تكريم في المدرسة، في المدرسة لما أكون جايب بيكرموك. ميدالية بيكرموني في الطابور وكده. في معانا صور تاني، فاضل الصورة واحدة. الصورة دي كنت صغير، دي كل جوائزك وكل بطولاتك ولا في لا حاجة تانية؟ في أنا حاجة كنت تانية لا دول مش بتوعي، دول مش بتوعك؟ لا دي صورة كنت وأنا صغير، كنت مع كنت فين وقتها؟ الدكتورة سحر في نادي النصر، دكتورة هي سحر رئيسة النادي يعني. رئيس النادي. كنت فوق وكان بيكرمني واتصورت مع الحاجات مع الكاس، كنت لسه ما وصلتش بقى ل 35 ميدالية دي خالص، كنت انت ممكن بس ما دلوقتي وصلتش ل 3 ميداليات فيهم أيامها. وصلت دلوقتي ل 35 ميدالية. كلمني مثلا اكتر مثلا ميدالية فيهم او مثلا بطولة فيهم، اكتر حاجة مثلا معلقة معاك او كانت كده. صعبة بطولة شرم، بطولة احكيلي عنها شوية. يعني كنت طلعت عمت 850 وهو المفروض عمره 450، وطلعت دي جريت الصعب اللي فيها. عمت كام كيلو معلش تاني؟ عمت المفروض انا انزل عمر 450 متر، نزلت عمت 850 متر وطلعت من المية يا دوبك لو نطلع كاز مع الشط
جريت 2 كيلو. جريت 2 كيلو. كنتش قادر خالص. برافو عليك يا نور بجد. ساعتها بقى اخدت، انت قلت لي مركز في شرم اللي هي الشهاده اللي ما عشان انا ما عمتش اصلا عم، يعني انا المفروض كنت 450 خدت مركز تاني. لكن انا عمت 850 عشان كده اتاخرت. تمام يا نور. قول لي يا نور، نفس مين مثلك الاعلى مثلا من الكابتن في السباحه او في كره القدم؟ الكابتن بتوعي كله يعني كل واحد وفي حاجه مميزه تعرف، يعني في كل واحد فيهم انت. هنطلع فاصل يا نور ونرجع تاني. نطلع فاصل ونرجع تاني معاكم. رجعنا لكم تاني في الحياة مع هدير مع نور. خلينا بقى يا نور نتكلم في الجانب الدراسي شوية. ومعانا تقريبا مداخلة من مستر محمد، ده مدرس بتاعك. ألو. أيوة، السلام عليكم. عليكم السلام، ازي حضرتك يا مستر؟ الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الحمد لله. ازيك يا مستر؟ تمام، ازيك يا نور؟ الحمد لله الحمد لله. صحتك عاملة ايه؟ الحمد لله الحمد لله. قول لنا بقى يا مستر محمد، نور ازاي بيقدر يوفق ما بين دراسته وما بين التمرين؟ نور، انا اول حاجه انا عايز اشكركم لانكم بترفعوا روحي المعنويه وبتظهروا السمات وبتظهروا المواهب الجميله دي اللي المفروض كل الناس تتعلم منها، وكل الطلبه وكل اللي بيتفرجوا على نور لازم يتعلموا منه ازاي هو بيبقى بالشكل الظاهر قدامكم ده. نور اول حاجه بينسق، دايما بيبقى في صله بينه وبينه، تمام، وبيحاول ان هو ينسق بين الرياضه وبين المواد التعليميه بتاعته، تمام. بيبقى عامل جدول دراسي يومي، بيبقى يعني بيحاول ان هو ينسق المواعيد بتاعته، بتاعت المدرسه، بتاعت الرياضه، مواعيد التدريب بتاعته بتبقى مثلا من الساعه كذا للساعه كذا. بيبقى عنده وقت الفراغ بيعرف يستثمره كويس، زاد ان هو اخلاقه كويسه جدا، تمام، وهو حد كويس قوي، وانا يعني اتمنى له السعاده. قول لي بقى يا مستر، سوري، نور مستواه الدراسي يعني متميز كده زي التمارين؟ يعني عنده نفس الإرادة اللي في التمارين والبطولات؟ هو طبعا هو مستواه يعني طبعا هو مستواه كويس، ولكن انا بتمنى له ان هو يبقى افضل ان شاء الله. يعني بتمنى له ان هو يبقى افضل من كده كمان. انت بقى كده يا نور على المستوى الشخصي، ايه اكتر مادة بتحبها؟ العربي. شكرا يا مستر محمد. ايه؟ العربي. العربي، تمام. قول لي بقى يا نور، انت بتحب العربي بس؟ يعني هي دي المادة الوحيدة اللي انت لا بحب برضه مواد تانية دي الرياضة، بس درست العربي افضل يعني. الرياضة صعبة، بتحبها ازاي؟ دي لسه عشان يعني في المنهج بتاعنا سهل. ايوه تمام. انت اصلا يعني لما بيكون مثلا عندك تمرين الصبح وبيكون عندك مدرسه بتعمل ايه؟ اختلفت اصلا الاوقات، ما بيكونش عندي تمرين الصبح غير يوم الجمعه هو تمرين الكوره، لكن اي تمرين كياك بيكون الساعه 3، السباحه بيكون الساعه 3، نادي النصر بيكون الساعه 8 الصبح، بس ده بيكون جمعه وسبت تقريبا، يعني جمعه وسبت، فمش بيأثر خالص على الدراسه. طب جمعه وسبت مفيش مدارس؟ ايوه. تمام. قول لي يا نور، نفسك تطلع ايه؟ بس تطلع دكتور. دكتور ان شاء الله. ان شاء الله.
طيب قول لي يا نور، في حاجة انت حابب تقولها لنا او تحكيها لنا مثلا عن بطولاتك او حاجة من اللي انت وصلت لها؟ قول لي مثلا كده يوم في يعني البطولة ما بتنساهوش مثلا غير بتاعة شرم. لا مفيش، يعني اكترت البطولات كانت بتعدي معايا، مفيش حاجة مريت عليها صعبة غيرها. هي دي بس اللي كانت صعبة في كل البطولات. طب تحب تقول ايه او نفسك توصل لايه غير ال نفسي لعبة الكرة تتطبق في مصر، لا هي الكرة تتطبق اللي هي اللي عشان هي متطبقة في كل البلاد يعتبر إلا هنا، حتى كابتن محمود عبده محترف بره في تركيا. وطموحاتك على مستوى الدراسة ايه يا نور؟ لو انت قلت لي ان انت نفسك تبقى دكتور، يعني هو ده بس اللي تمام يا نور. انت معلش كلمني تاني عن كرة القدم اللي هي مش متطبقة في مصر، وانت بتتدرب ازاي او بتعمل احنا ايه؟ بنتدرب برضه وعملنا يعني طلعنا مع ناس كتير قوي، لقاءات واعلانات، عايزين نطبق اللعبه. هي متطبقه في كل البلاد الا في مصر. الا في مصر. انت معاك كام حد مثلا في التمرين؟ 60 واحد 60 واحد. كتير كتير قوي. ان شاء الله تتطبق يا نور باذن الله. ان شاء الله. ان شاء الله. قول لي يا نور، انت يعني مش عارفه اقول لك ايه، الكيك اللي هي التجديف دي صح، انت وصلت لايه يعني؟ عملت كام مسابقه فيها او كام بطوله فيها؟ هي بطولة واحدة، بطولة كأس مصر. بطولة كأس مصر. نعم. كانت عبارة عن ايه البطولة؟ يعني كان برضو يعني كان في ناس كتير يعني من الأقصر وأسوان، يعني برضو معظم البلاد بس في مصر. محافظات يعني. أيوة محافظة. ويعني كانت أيوة يعتبر أول بطولة ليا، وطلعت في مركز تاني. مركز تاني. هي بس كنت بلعب برضو على الأسواق، كنتش بلعب على بره وبس، مع كنت بلعب على أسوأ كده، لأن الكابتن بتاعي يعني ايه بيخليني أعمل المستحيل. معانا مفاجأة ليك يا نور، معانا جدتك على الهوا. ألو جد نور. يا حبيبتي أهلا وسهلا بحضرتك. ربنا يخليك، ربنا يخليك ويجبر خاطرك يا رب. ربنا يخلي حضرتك. تسلم. تحبي تقولي ايه نور بقى النهارده؟ اقول له ربنا يصلح له حاله ويعوضه اللي راح منه ويكرمه يا رب، ويعوضه ما راح منه يا بنتي. ربنا يعوضه يا بنتي ما راح منه يا رب. ان شاء الله ربنا يعوضه ما راح منه يا رب. امين يا رب. شكرا جدا لحضرتك. هم معاكي ونور؟ معاكي نور؟ معايا اهو، سامع حضرتك. تحبي تقولي له طب يا حاجه؟ حبيبي ربنا يعوضه يا بنت ما راح منه يا رب، وربنا يسعده ويسعد ايامه يا رب، ويوقف له ولاد الحلال يا رب، يسعده ويسعد ايامه ويوقف له ولاد الحلال يا رب. ان شاء الله. ويعوضه ما راح منه يا بنت. ان شاء الله. ربنا يعوضك يا حبيبي ما راح منك يا الحمد لله، احنا راضيين بقضاء وجهي ربنا كلمة والله. لجدتك كده يا نور. والله راضيين بقضاء ربنا يا بنتي. الحمد لله الحمد الحمد لله الحمد لله الحمد لله، راضيين بقضاء ربنا، وربنا يسعده ويسعد ايامه ويعوضه ما راح منه ده يا رب. بطل يا رب. وجه يا لها رب اي يا حاجه بنت. يا نور. يا رب يا بنت، يا رب يا بنت، يا رب يسعده ويسعد ايامه يا رب، يا رب يسعده شكرا ويسعد جدا ايامه. لحضرتك، شرفتينا. شكرا جدا ليكو. في الاخر احب اشكرك جدا يا نور. انا عايزه اقول ان انت عملت الناس كتير اسوية ما تقدرش تعمله، انت فعلا بطل، وان في ناس كتير كامله بس ما تقدرش توصل اللي انت وصلت له. انا بشكرك وبتمنى لك ان انت تنجح في كل البطولات وتحقق كل اللي نفسك فيه، وكنت سعيده جدا معاك النهارده يا نور. وكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا. شكرا جدا ليكو، واشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله.